يأخذون سلاح منا وقول تنظر يبيعون من عندهم ترى يعني سري على الشغلة. فعاد قبل واحد من الموصل اعترف عليهم اعترف على من الحمام وجوا خذاهم. جت الأمنية خذاني أنا ورحنا على بيته بس ما قالوا لي إنه يعني هيك الشغلات. قالوا أخوك عابر على الحشد يعني هيك بأسلوب. قلت لهم أخوي موجود وأنا ما أدري يعني بينه على ولا نفوت على البيت من وصلنا قاعد إيش ثاني يوم جوا خذوا سيارته ونهدنا اليوم ما شفناه.